عقد السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والسيدة تيولا يرجولا سفيرة فنلندا بالقاهرة جلسة مباحثات ثنائية استعرض خلالها مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وفنلندا خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن اللقاء تناول دراسة إمكانية تأسيس مجلس أعمال مصري فنلندي مشترك من شأنه توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وفنلندا واستغلال كافة الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركا من كلا الجانبين لاختيار أفضل العناصر التي ستمثل البلدين في المجلس. وأكد عبد النور على ضرورة زيادة الصادرات المصرية للسوق الفنلندي وأسواق غرب أوروبا، خاصة الحاصلات الزراعية والفواكه والتي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة تجعلها على رأس قائمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي. ووجه الوزير رسالة طمأنة للمستثمرين الفنلنديين تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح وماضية قدما نحو دولة ديمقراطية حرة وعادلة، مشيرا إلى أن خارطة الطريق التي تنفذها الحكومة حاليا ستتوج قريبا بإجراء الاستفتاء على الدستور ثم يعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية على أن يتم الانتهاء من تنفيذها منتصف العام المقبل. كما استعرض اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بمدينة بالي الأندونيسية، حيث أوضح الوزير أن المؤتمر قد حقق نجاحا ملموسا على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، حيث اتفقت الدول الأعضاء بالإجماع على عدد من الموضوعات المتعلقة بتسهيل التجارة والزراعة والتنمية، مشيرا إلى أن الاتفاق المتعلق بتسهيل التجارة سيكون له أثر كبير على زيادة معدلات التجارة العالمية. ومن جانبها أكدت السيدة تيولا يرجولا سفيرة فنلندا بالقاهرة حرص بلادها على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن فنلندا تتطلع لفرص جديدة لإنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين. وقالت يرجولا إن هناك فرص كبيرة لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بمجالات التعليم الجامعي والفني والتدريب المهني، مشيرة إلى أن التعليم الفني يمكن أن يكون أحد المجالات التي يتيحها التعاون الدولي بين البلدين، خاصة وأن هناك تجربة سابقة في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني.